اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. ازيك يا استاذ محمود؟ اخبار حضراتكم ايه؟ الله يخليك. قبل بس ما نتكلم في اي شيء، عايز يعني انا دلوقتي بالصدفه وانا بقلب قريت خبر في اليوم السابع. اليوم السابع بيقول انه بعد عوده كولر من الاجازه هيتم تحديد احتياجات كولر من صفقات يناير. ليه انا بقول الخبر ده؟ لانه الخبر ده قد يكون صحيح، فبالتالي كان في اخبار بتتكلم اليومين اللي فاتوا عن ان كولر خلاص قال ان جمال الزهيري هيمشي وان محمود صبري هيجي في المكان الفلاني وفي الحته الفلانيه وفي البتاع. فالحقيقه يعني الاخبار كلها عكس بعض، والاخبار كلها متضاربه، والاخبار كلها الكل بيجتهد طبعا. انا فاهم ده كويس، ولكن اللي انا اقصده قد يكون المنطقي في اللي جاي ان هو هيجتمعوا معاه عشان يحددوا انت محتاج ايه، محتاج في المكان ده ايه. ده منطقي شويه. طول ما في شغل هيبقى في كلام عن ناس ترحل وناس تيجي. طول ما في شغل يعني ايه؟ معلش، يعني طول ما في فريق كوره بينافس على البطولات، يعني بتنافس فرقه بتنافس على البطولات، وهدفها الاول والاخير الحصول على البطولات، وبالتالي بيبقى الامر محتاج تعديل في بعض الامور. اوكي، ده امر طبيعي. اوكي، اما بقى الاجتهادات فهي مسموح بيها طالما ما خرجتش عن ال 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 الذوق والاحترام. يعني كل واحد يجتهد، لكن انا بشوف بقى على جانب اخر في بعض الناس كأن الاهلي مثلا خسر مباريات الدوري كلها. يعني هو بعد التعادل مع الجونة كأن الدنيا تهدت يعني. فطبعا من حق بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لكن في النهاية كولر هو اللي مفروض في ايده القرار، طبعا بالاتفاق مع لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي. صحيح. ويعني اعتقد انهم مش هيخلوا حاجه في مصلحه الفرقه مش هيعملوها طبعا، واخد بالك ليه؟ لان انت داخل بعد كده على مجموعه من الماتشات هنتكلم عنها. استاذ محمود، ما هو كلام منطقي جدا اللي الاستاذ جمال بيقوله، ولكن في هذا الاطار او في الاطار اللي الاستاذ جمال بيقوله، هما 3-4 اللي بيبقوا قاعدين، يعني بيبقى كولر، كابتن كابتن محسن، كابتن زكريا، كابتن حسام غالي. هل من الممكن حد من الاسماء دي يطلع يقول انا والله النهارده قعدنا وقلنا هنجيب جمال الزهيري ويمشي محمود صبري؟ ينفع؟ المساله مش كده يا كابتن. لا طبعا، ما اعتقدش. اسال اللي انا ليه، انا بسال السؤال ده ليه؟ لانه بعد كده هقول لحضرتك ان هناك حوار تخيلي حصل، احد اخواتنا يعني كاتبه انه علي معلول قعد مع كابتن خطيب وقال كابتن قال لعلي كذا، وعلي قال للكابتن كذا، فقام الكابتن رد عليه قال له كذا. فده ده حوار تخيلي، حوار، فده معناه ان هو كان قاعد في القعده. طبعا مليون في الميه. طبعا انا ده الاساس بتاعي. لا، في حاجه برضو يعني الكاتب الزميل اللي كاتب الخبر الذكي جدا، هو يعني اسميه، انا بسميه في الشغل بتاعنا في حاجه اسمها خبر يعني مدروس وخبر مصنوع وخبر متوقع. يعني انا عارف انه الراجل بعد ما رجع هيبقى في اجتماع، بس هو نسي انه كان في اجتماع ضم الكابتن محمود الخطيب وكولر والمترجم لمده 3 ساعات يعني قبل السفر. يعني اتقال فيها بعد كل الخروج من الدوري الافريقي. بعد الخروج من الدوري الافريقي اتقال فيها كل ايه، كل حاجه كتير جدا. لكن هو ده خبر طبيعي جدا متوقع، ان انا كصحفي عارف انه هيرجع الراجل وهيبقى في اجتماع وفي كلام وفي نقاش. لا انا حتى ما بتكلمش عن الخبر، لكن الخبر ده زي ما حضرتك قلت كده هو خبر يعني كويس، توقع كويس. توقع لا توقع، ولكن انا بتكلم عن الاخبار بتاعت اليومين ثلاثه. بص، عاوز اقول لحضرتك ان انا خلاص، اصل في اسماء انت حضرتك ما شفتش ولا شفت؟ لا مش قال لك ان في جمال الزهري هيمشي ومحمود صبري هيجي واسلام هيقعد. انا دلوقتي بحكم ان انا مسؤول دلوقتي عن هنا مثلا الاستوديو، خلاص اقدر اكتب لك خبر دلوقتي ان كابتن اسلام شاطر جاي متضايق النهارده وما كانش في حالته وما حدش عارف وكان بيشوح هو ماشي وفلان اتكلم عليه ما عملش. اقدر اعمل لك حاجه زي كده؟ ما اقدرش اعمل لك حاجه. صح؟ هو الصحفي عندما يصعب عليه الحصول على المعلومه، ودي مشكله، عشان كده دايما احنا بنقول دايما لازم يبقى في حلقه تواصل. ليه؟ حلقه التواصل دي بتخلي تمنع انك انت تلجا الى ايه؟ الى طرق بديله.
خلاص ان انا اخد فيها وجهه النظر. يعني ممكن اقعد دلوقتي اقعد اقول لك ممكن توقع مثلا اسلام الشاطر هيعمل ايه؟ ها؟ هيقول ايه لو حصل كذا كذا؟ يعني ايه المتوقع؟ لو انا دلوقتي مش عارف اوصل له، مش عارف اخد معلومه، هحاول الف وادور حوالين مين؟ حوالين الدايره بتاعته. اقرب واحد لي مين؟ اقرب لي واحد الاستاذ جمال، اقرب واحد محمود صبري، اقرب لواحد ايه نهار ايه؟ مفيش حاجه، مفيش كلمه، ده هي كلمه على فكره، هي كلمه واحده كلمه مبني عليها، كلمه وتربط عليها كل حاجه. أوكي. على فكره. أوكي. ويبقى ذكاء وحاجه وعلى فكره وتحييه على انه ايه ساعه على المساله. صح. لكن لما تسال تخش مساله في جزئيه انه اتنين قاعدين مع بعض وقافلين مع بعض وانا عامل حوار بين الاثنين، ها يعني دي ايه؟ ده اللي انا مستغرب، مش عارف يعني ايه حوار. لا حوار من داخل جلسه. لا بجد والله ده حق. اتقال. انا بقول يعني غريب. غريب مع علي تحديدا والكابتن. والكابتن يعني مش عايز اقول، بس عشان يعني الكابتن اساسا كل الناس دماغها دلوقتي في كيفيه الـ 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 يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويقوم لنا بالسلامه لعمرو بن فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. الناس كلها بتفكر ازاي تساعد، ازاي تعمل، ازاي تبقى موجوده في وسط. والله بجد ده يعني بجد ده حقيقي. و انا بعتقد ان في اخبار احنا صحفيين وعارفين الشغل ماشي طبعا، بتبقى توقعات وبينسج على المعلومه حوار تخيلي زي ما حضرتك قلت. انا سميته حوار تخيلي، بس انت عارف ده ارحم من ناس بقى ما عندهاش فكره بتشتم. يعني يعني كل حاجه الفريق ده، الفرقه دي بايظه واقعه. لا هي مش واقعه، مش للدرجه دي. ما احنا نتكلم يعني المنطق، في ملاحظات على الأداء طبعا، مفيش كلام، في ملاحظات على التدوير الدائم. يعني صحيح. أنا دي نفس الميزة اللي عملها كولر الموسم اللي فات، بس بشكل أقل، بشكل أقل وفي وقت مناسب. أوكي. يعني كان الوقت مناسب لأن أنت كان عندك إرهاق فعلا للعيبة. إنما المرة دي اعتقد انه بيتم الدفع ببعض اللاعبين اللي هو بقاله فتره طويله ما مش موجود. طبعا ده بيأثر اكيد على البناء بتاع الفريق 100% يعني. فاحنا يعني نتمنى انه دراسه كامله للي حاصل في كره القدم. وعلى فكره دي طبيعه النادي الاهلي. لانه النادي الاهلي يعلم جيدا مدى اهميه فريق الكوره والبطولات طبعا، وبالتالي يعني ما بقاش في حاجه استاذ محمود اسمها ايه ان انت هترضى ببطوله او باتنين. انت زي ما قلنا انت واخد 5 بطولات الموسم اللي فات، ما زلت في المعدل ممكن جدا تاخد 5 تعمل تانية. ده ممكن تعمل طبعاً. ده ولو ما عملتش ده بالنص هتاخد 4 بطولات، ايه يعني ايه المشكله يعني؟ وبعدين اللي بيتكلموا على ان الاهلي اداؤه وحش وبيخسر ما بياخدوش حاجه. انا بتكلم عموما، يعني بتكلم بشكل عام على الفرق ما هو ما حدش تاني بياخد. صحيح. ايوه. ما حدش تاني خد الدوري الافريقي، اللي خد الدوري الافريقي ده سان داونز. بالظبط. يعني يعني خد السوبر الافريقي هو ده اتحاد اتحاد العاصمه. يعني اقصد ما فيش فريق مصري هو اللي خد، فانت وحش يعني، يعني انت وحش فما خدتش يعني. طيب برضو يا استاذ محمود في اطار هذا الموضوع، الى متى سيظل هذا هو الشكل العام اللي هو الهز في استقرار النادي الاهلي في ظل ان النادي الاهلي، طيب ما هو النادي الاهلي يا جماعه هيرجع يلعب في دوري ابطال افريقيا وبعدين يرجع يلعب في الدوري وبعد كده يرجع في الناحيه الاخرى ثم يعود ويرجع يلعب في كاس العالم للانديه. كابتن ما احنا متفقين على الكلام ده وقلنا لك انه الوضع، قلت لك الكلام ده كل مره نقعد مع بعض نقول لك هيبقى الوضع كما هو عليه. انت رقم واحد، فالهدف للكثيرين والغالبيه انه يعني. البعض بيتم خداعهم بشكل اخر ان هم اهلاويه من خلال ايه حاجات مضروبه وحاجات احنا شايفينها. طيب هل الكلام ده المفروض ياثر؟
لو قصر تبقى مشكله. لو انت تاثرت بالكلام ده قال فرقه في اداء متذبذب والناس متضايقه وزعلانه ومفروض تشوف الكلام اللي بيتقال وبتقوله الاستديوهات مرحله ثبات التشكيل ومرحله التغيير ومرحله كمان اللعيبه نفسهم داخل فرقه الاهلي محتاجين ناس كتير تعيد الحسابات مع نفسيها اللعيبه نفسها. طبعا محتاجه فعلا الجمهور مع مش يعني اذا صبر عليك مره واثنين واداك فرصه وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه مش هيصبر عليك بعد كده ليه؟ لانك انت لو شفت من سلبيات التدوير يا كابتن وعدم الانسجام يعني في حاجه تصرفات في المباراه وباصات غريبه جدا من لعيبه كبيره مع محسوبه بتبقى مساله ما فيش لما حصل عندك الانسجام والتناغم في الموسم اللي فات حصلت النتيجه اللي هي 10 من 10 على كافه الوجوه وبقى المشهد. لما يحصل عندك انا كل ما اخشى حاجه واحده بامانه شديد كل ما اخشى على مستقبل الفريق وقوه الفريق انه يتاثر بطلبات بعض اللعيبه انا مش عاوز اقعد على الدكه لا طبعا وتلعب حسب حاجه الفريق وتلتزم بالارتباط مع الفريق وتكون جاهز في اي وقت الفريق عايزك فيه وحسب القرار رقم 1 و2 و3 للمدير الفني. وعاوز اقول يا جماعه طبيعي جدا كل فرق العالم مش عاوز اقول اللي احسن مننا في الكوره بتتعرض لهزه واثنين وثلاثه والكلام ده لكن هو القدرات ايه؟ ازاي انت تعدي الهزات دي وتخرج منها سليم هو ده وتدافع عن بالزبط. نفسك وتقف على رجليك والناس تستعيد مستواها والناس تفكر ايه السلبيات وايه المرحله دي ايه اللي حصل طب ايه المشكله دي الحاجات اللي تتعالج يا كابتن. لكن الاهلي هدف الاهلي هدف للكاسرين الاهلي هدف ان انا عاوز اعمل مشاكل واضرب مش عارف مين واخد من قصه مثلا حصلت في الحته الفلانيه وانسج منها حوار واعمل قصه وفيلم حدوته يعني عاوز اقول لك ايه هتكون مسار للاستفزاز مسار لك انت محطوط تحت دايره الضغط. انا قلت لك يا عم انت قاعد كده في المقعد انا عاوز اجيبك تحت كفاياك بقى مش لازم تاخد كل حاجه ما هو لازم نوقع منك واحده واثنين. ده احنا دلوقتي في ناس فرحانه انك انت خسرت السوبر وخسرت الدوري الافريقي في نسخه كان البدايه كانت فيها جيده جدا وكان الناس كلها متوقعه انه الاهلي في المباراه النهائيه وحصل عدم توفيق ودي اراده ربنا اديت اللي عليك شكرا بقفل البطوله بستعد اللي جاي عندي تاني في الموسم لسه عندي 5 6 بطولات في الموسم. فاعتقد ان الحسابات من مستر الكوره والكابتن خالد بيب والمجموعه لا محتاجه قفله تيجي عليك فتره كده تقفل على فرقتك وتشوف بقى مشاكلك وتشوف حساباتك تانية مع كثير من اللعيبه اللي بيضيعوا فرصه واثنين وثلاثه تعالج بقى اللي بيحصل تعالج سلبياتك تعالج الاخطاء تعالج يعني الاخطاء وكل واحد تحط اقفل يعني ايه نعم اقفل يعني ايه تقفل على الفرقه يعني تشتغل يعني اعمل ايه يعني انا قصدي يا كابتن طبعا هو الاداره الفنيه صاحبه القرار احنا بتيجي في فترات كده تلقى كنا ايام مانويل انا شفت الكلام ده وممكن حتى الالمان كانوا بيعملوه ان بيحصل كده بتيجي عامل يوم كامل للفريق تشد على الفريق تخلي الناس تعيش الجو. انزلك من على السوشيال ميديا والفيسبوك ونزلك على ارض الملعب كفايه يا جماعه النادي الاهلي بيوفر كل شيء وبيدي دعم لكل حد وبيوفر يعني نفس يعني عاوز اقول لك ايه كل امور مهيئه انك انت تأدي افضل ما لديك يعني خلي انا اديتك الثقه ونزلتك خليك بقى على قد هذه الثقه ايوه انا خليك على قدم انت بتلعب بتمثل الاهلي ما انت لما تشوف لعيب كبير بحجم ويعمل باصه غلط مره واثنين وثلاثه وتروح منه الكره مرتين ثلاثه واربعه برضه حاله تؤكد انه انت مش مركز في الماتش او مش مركز في اكل عيشك ومصلحتك. فانا عايز اقول من هذه البدايه المتعرجه يستطيع كولر في العوده بعد الراحه الخمس ايام انه يعيد حساباته لابد من انطلاقه قويه على صعيد دوري الابطال. عندك في مباريات سبعه الدوري المباريات اللي تلعبها قبل ما تروح كاس العالم في السعوديه لازم تكون حساباتك مختلفه لازم تكون الناس عندها امل انك انت تستعيد صورتك الذهنيه الايجابيه الكبيره جدا بصوره وجماهيرك كلها منتظرك. فاعتقد وعندك سوبر اللي هتلعب في شكله الجديد يعني عاوز اقول لك ايه مش عاوزين نثقل لكن هي مرحله صعبه تتم لكن انت تتجاوز دوري المجموعات بثبات عندك هتتعرض خلي بالك مش هتبقى المهمه سهله ما برضو في حسابات تانية كفاياك كده انت 11 وانزل 12 ايه اللي انت بتفكر فيه احنا لازم نحاول طبعا هيكون ده بقى بحسابات ايه ان انا كل الفرقه تلعب قدامك اذا كان طاقتها واحد تلعب بطاقه 10 يا كابتن اسلام فده كله يتوجب عليك ايه يتوجب عليك انك انت تستعيد الروح اللي كنت ماشي عليها السنه اللي فاتت تستعيد من الاخطاء اللي حصلت دي انه ناس كتير تقف على رجليها وتتحاسب على الكلام ده تستعيد يعني ايه ماتش الجونه عمل عند الناس حاله غريبه جدا يعني كميه فرص ضاعت في الشوط الثاني غريبه جدا بالشكل حاجه غريبه يعني الاهلي
قد ايه على ما يصلح مساله يعني الفرص اللي بتضيع دي؟ فرص غريبه واداء من بعض اللعيبه المفروض ان هم كبار ما كانش في الحسبان بالصوره دي. فانت هنا ايه بتصنع نجوميه بعض الانديه فتطلع الحسابات انك انت لعبت الجونه في اخر 7 مباريات ما قدرتش تكسبهم غير مباراه واحده وتعادلت 6 مباريات طبعا. وتصنع مدربين يخرجوا يتحدثون عن عبقريتهم في ايقاف كولر وفكره ومش عارف. فالحسابات دي كلها ماشي في كره القدم. ده جميل جدا انك انت تتعلم من الاخطاء عشان بهدف استعاده مكانتك المعروفه وادائك القوي اللي انت بدات بيه. مش عاوزين نعيد تاني يا كابتن اسلام البدايات القويه وبعد كده نتجرر في انك انت تسرسب نقطه ولا نقطه في الاخر تتفاجئ بالمشهد. لا الحسابات لازم تكون مختلفه الموسم ده. سمعتوا ان حكم عنده 25 سنه حكم دولي هيحكم لمنتخب مصر. هسألكم في هذا الأمر ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل محاضراتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أستاذ جمال أستاذ محمود هو عنده 27 سنة بالمناسبة ولكن هو حكم دولي من سنتين. اتولد دولي يعني ولا إيه؟ ما أنا بسأل. ده كان كلامي في الحلقة. لا وحتى التاريخ بتاعه السي في بتاعه ماتشين دولي ماتشين ماتش مع منتخب الناشئين لاعب منتخب مصر يعني منتخب السنغال يعني وجنوب أفريقي على فكرة تحت 17 سنة وهو جنوب أفريقي جنوب أفريقي ورئيس لجنة حكام في أفريقيا في الاتحاد الافريقي مين؟ اللي هو نائب رئيس اللجنه مين؟ فيكتور جيمو فيكتور جوميز وبعدين غير كده بس برافو عليه برضو يا استاذ جمال نعم يعني برافو على فيكتور جوميز انه ايه؟ انه قد حد من بلده ايوه مدافع يعني برضو لا يعني قال اتحاد الكوره يا استاذ محمود قال اتحاد الكوره المصري مش مقدر مدى خطوره هذا الامر. خلي بالك انت هتلعب من غير فار بكره يوم الخميس دي كارثه ثانيه يوم الخميس انت هتلعب من غير فار وحكم تاريخه كله انا ما بقولش حاجه غلط على فكره ماتشين. انا بتكلم تاريخه كله ماتشين ماتش تحت 17 سنه في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه والماتش الثاني في بطوله الكونفدراليه تم اختياره مع فيوتشر تم اختياره على اساس ايه مش عارف انا مش فاهم برضه كان ماتش هناك بتاع فيوتشر ولا اللي هنا اللي خلص 4 هنا كان ماتش هناك لا لا ده اللي كان هناك سنجيدا ده 1-0 سنجيدا هناك هو اللي حكمه فمحدش يعني كلها ماتشات محدش حاسس بيها يعني اقصد لا بس خلي بالك الماتشات اللي بيجربوا فينا يعني الماتشات اللي جايه حساسه جدا ولا والماتش ده معلش يا استاذ جمال هو انت تلعب من غير فار تلعب مع حكم عنده طب الله اشمعنى الجزائر والصومال هو الجزائر والصومال لما تيجي تحسب الجزائر والصومال ما هو زي مصر وجيبوتي بالظبط صح حلو جدا الجزائر والصومال حاطط لهم حكم بوبو تراوري ده من مالي راجل عنده 43 سنه أيوة وحكم في كل حاجه اشمعنى اقول لك اشمعنى لانه مفيش حد عندنا اعترض على حاجة يعني أول ما تعرف قرار زي كده لازم تعترض يعني صحيح تخاطب الاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه لا يا جماعة كده ما ينفعش يعني أكيد هياخدوا بوجهة نظرك صح يعني أو باعتراضك بوبو تراوري تمام وفي نفس الوقت موضوع الفار بس هو رئيس اللي بيعين الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي عشان لا الاتحاد الافريقي بموافقه الاتحاد الدولي ايوه يعني هو بيرشح يعني الاتحاد الافريقي هو اللي بيرشح غالبا 90% او 99% من اللي بيرشحهم الاتحاد الافريقي هم اللي بيتم الموافقه عليهم هو اللي بيرشحهم ما كانش 100% كمان لكن طبعا الموافقه بتيجي من الاتحاد الدولي انا شايف الاخطر من موضوع الحكم ده هو غياب الفار تقنيه الفار في التصفيات كلها دي كارثه في حد ذاتها طبعا 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 وخلي بالك هنا بقى حسابات الحكام والخبرة صحيح يعني انت بتحتاج في كادر انك انت عندك بوركينا فاسو مش هتلعبها في ملعبها هتلعب في المغرب في الغالب ماتش الذهاب بسبب برضو الاحداث اللي هناك عندك اسيوبا مش رفضت تلعب معاك هنا هتلعب في ملاوي هذا عندك سيراليون رفضت برضو دعوتك انها تلعب هنا هتلعب في ليبيريا وليبيريا برضو عندها هو من حقهم يختاروا من حقهم يختاروا يختاروا الملعب يعني. طبعا هي جيبوتي يمكن اللي هتلعب عندك ايه الماتشين يعني ده الافضل لكن حسابات انك انت تصفيات في حد ذاتها مهمه زي كده وما تعملش فيها تقنيه الفار بتقول بسبب ان ما عندكش كاتحاد افريقي كل الامكانيات الكبيره والملايين اللي بتدفعها لسه من شويه اللي في بطولات انت بتحاول تصنعها وتزيد اعباء الانديه والدول والكلام ده بدل ما تجود يا اخي بدل ما تجود مثلا زي ما قلنا قبل كده بدل ما تجود لي في دوري ابطال افريقيا وتزود الجوائز وتعمل لها شكل مميز وتخليها البطوله الاهم زي ما الاتحاد الاوروبي والانديه الكبيره في اوروبا رفضت يتعمل السوبر ليج عندهم قال لك لا فيش الكلام ده هنحافظ على البطوله الام بدل ما تجود لي في تصفيات كاس العالم وتعمل
تصفيات وتسوقها وتدي لدول تشتري حقوقها وتجيب حكام وتوسع الدنيا ويبقى في فار من بدايه اليوم الاول لغايه المباراه الفاصله. انا باصص على ماتش منتخب مصر يا استاذ جمال وكل حاجه، ولكن على الجانب الاخر يعني ما انا كده اخشى على الاهلي طبعا وعلى الزمالك، ما هو ده اللي جاي بقى، بيراميدز على فيوتشر، الانديه اللي بتلعب الانديه الافريقيه فرق الانديه. ليه؟ لانه ما هو ده تفكير الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. بالظبط، لجنه حكام كيف فكرت في مباراه مصر وجيبوتي؟ هي هتبقى مضره. فكرت في مباراه مصر وجيبوتي انها تجيب واحد عنده 27 سنه ما عملش غير ماتشين، ماتش في المنتخب 17 سنه والماتش الثاني. اسلام ايدي مايه الحكم اللي هو رئيس لجنه الحكام الافريقي بتاع من سيشل، اكيد انت تفتكروا كويس. طبعا ده راجل يعني ما تنساهوش يعني. فطبعا لما تجيب واحد زي كده وخلاص مع كامل احترامي ليه وانت حتى مش موجود حتى في ممثل ليك في لجنه الحكام الاتحاد الافريقي، والله بيخلونا نترحم على، انا بكلمك اهو، على عيسى حياته. لا طبعا لازم تترحم والله عليه، والله تترحم على ايام عيسى حياته. لا طبعا تترحم عليه، مشهد على اقول لك على حاجه، استمرار. بص باتريس موتسيبي لم ينفذ واحد من عشرة من كل الكلام اللي قاله. طبعا قاعد يقول لك انا هعمل واخلي واسوي واطلع وانزل ملاعب، والمباراه مش هتلعب، المباراه مش هتلعب العصر، ومباراه هتلعب الساعه 6 وكل المباريات اتلعبت العصر. لا طبعا كلها اتلعب العصر طبعا. لا ما انا عاوز اقول لك ايه، حدوته كده المساله دخلت ايه، خلاص لم يعد هناك اتحاد افريقي منذ رحيل عيسى حياته. تم تسليم احمد احمد، واحمد احمد باع الليله كلها لانفنتينيو، وانفنتينيو بيعمل في الاتحاد الافريقي كل اللي هو عايزه، واخده بالسوق وزع وعمل وبتاع والكلام ده، وبنزل ماشي وراه. بقيت العمليه عملت ايه؟ مفيش حتى تطوير للعبه، مصالح لا مصالح مشتركه، والنتيجه الهزيله ايه في الاخر؟ ها ما هو ده هنعاني منه، هتبقى هنعاني منه طبعا، هنعاني يعني. على مستوى البطولات الافريقيه سواء دوري الابطال سواء الكونفدراليه سواء تصفيات كاس العالم، هيبقى فيها مشاكل كتير وهيبقى فيها اخطاء تحكيم كارثيه جدا. وعاوز اقول لك التحكيم هيلعب دور مهم وخطير جدا في هذه التصفيات، عشان كده في مفاجآت. عشان كده انا هو ده اللي انا بقوله، انه ما يبقاش منتخب مصر بهذا الاسم الكبير وهذه القيمه الكبيره جدا، وانت احنا مؤسسين الاتحاد الافريقي ومؤسسين الاتحادات في من اقدم الاتحادات في العالم. بالظبط. وبالتالي نجد ان احنا ممكن نخرج في، خلي بال حضرتك انت عندك 9 منتخبات رايحين كاس عالم. لسه كنا بنتكلم مع كابتن يوسف، قال لي يا عم اسلام يعني كمان في دي هنطلع؟ ما هي كارثه، ممكن تطلع يعني في ماتش زي مصر وجيبوتي ده اللي هو بعد بكره. هو بياخد اول مجموعه، اول مجموعه فقط، فطبعا انت عندك عقبات كتيره جدا لغايه ما تكون اول المجموعه. لا انا بكلمك اول بدايه ماتش مصر وجيبوتي، ناس بتعتبره مباراه على الورق مباراه، مع ان انا برضو بعيدا عن هذا الامر انا لا انظر لان منتخب جيبوتي منتخب لا ضعيف. طبعا ما فيش حد دلوقتي الفارق في التصنيف طبعا واضح، ولكن الملعب بيبقى مختلف. طيب لو الراجل ده اخطا وانت ما عندكش فار، لو الراجل ده اخطا ودخل جون فيك وما عرفتش تجيب انت، خلاص مش هتقدر تعمل اي حاجه. ممكن النقطتين ثلاثه دول ياثروا عليك في نهايه. ايوه طبعا ممكن جدا. لا لا ده اللي هيفرط في حاجه هيتعب. طيب لا ده هتبقى مشكله كبيره جدا. على فكره الناس فاكره انه موضوع المجموعه الواحده ده سهل. لا ده صعب جدا. بس يمكن من يعني برضو عاوز اشوف لك ايه، في ماتشات هتتنقل بره ملاعبها برضو في حد ذاته تديك فرصه، ده رزق يخفف عليك. ايه يخفف عليك؟ انك انت ايه الدروس بقى، الدروس بقى تعلم. المنتخب اللي هيستطيع الفوز خارج ملعبه هو المنتخب الاقرب للتاهل للمونديال. صحيح، جمع اكبر نقاط من خارج الملعب ده اهم. مباريات الملعب ده لابد ما يكونش عندك فيها نقاط. وبعدين اذا خلاص ما وصلناش، ده هدف اساسي يا كابتن. اذا ما وصلناش ضمن 9 فرق لا نقفل. يعني نقفل على كده. والله نقفلها، لانه ما بقاش في ميزه اصلا من التاهل. طبعا مفيش ده 48 فريق باين ولا 48. يعني اللي معدي هيلعب بيلعب، واخد بالك؟ دي من اسوأ الحاجات على فكره. لا ما عشان كده ابتدوا يعملوها في ثلاث نسخ، ثلاث بلاد. انا بقول ان هي تعتبر تصفيات مجمعه، يعني دور ال 48 ده هيبقى عامل ازاي؟ كانك بتلعب في بلدك لسه. ماتش 2 3 مثلا، انت فاهم قصدي؟ يعني عملية برضو مش سهلة. لا بتفقد كاس العالم، المتعة بتاعت كاس العالم. كاس العالم بقتش الصفوة، وكاس العالم كان الصفوة. ايوه دلوقتي لم تصبح الصفوة. لا لا انت دلوقتي، ما هو برضو ده راجع لايه؟ للافكار المادية اللي بيفكر فيها عدد المباريات اللي عشان الفلوس. يزود عدد المباريات عشان هو موتسيبي وانفنتينو شغالة العملية معاه زي الفل. هو عمل كده برضو، خلي بالك، ما هو عمل كده في كأس العالم للأندية. أيوه زود عدد وعلى فكرة هو بيجرب أفكار
ممكن جدا تكون نتائجها سلبيه يعني على مستوى الكوره المستوى الفني. ومحدش طبعا ده بيسموها جمهوريه الفيفا محدش بيقدر عليهم. لا طبعا لا واخد بالك يعني اللي عايزين يعملوه بيعملوه صحيح، بس احنا بنقول راينا من واقع بقى خبرات ايام كاس العالم. ما كانت كام فريق؟ كانت كام؟ 16 16 في الاول 16 وبعد كده 24 بعد كده 48 32 وبعد كده 48 يعني عمليه. ما فاضل مين قاعد مش بيلعب في كاس العالم؟ لو شوف يا استاذ محمود للاسف الشديد ان كره القدم هي كره لعبه الفقراء، ولكن اللي مسيطرين عليها حتى على المستوى العالمي هم الاغنياء. صحيح. ومش فارق معاهم. يعني كنا طول عمرنا ايه الكره دي كنت بتلعب في الشارع بتعمل جونين وخطوط كده انت بتعملها والدنيا ماشيه. لا النهارده بقت بيزنس حتى على المستوى المحلي. عشان كده قلت المواهب. لا يعني في عشان كده المواهب قلت يا ريس. طبعا طبعا, طبعاً بسبب الشكل حتى قلت. في الاكاديميات صحيح مش كلها. يعني النهارده لما تيجي تبيع قطاع الناشئين في نادي معين لرجل اعمال انا بسمع شكاوي رهيبه انك بتدفع عشان تخش تلعب عشان لا عشان تتسجل بس. الراجل عاوز يلم عايز يلم اللي دفعه شكوى موجوده في كل اغلب قطاعات الناشئين. طيب برضو يا استاذ محمود يا استاذ جمال عندنا مباراه يوم الخميس منتخب مصر مباراه مهمه جدا امام منتخب جيبوتي. اولا راي حضراتكم في قائمه الاختيارات اللي عملها فيتوري. شوف هو الاختيارات بشكل عام كويسه يعني ما اعتقدش ان في افضل من المجموعه اللي هو مختارها. كان كان اعتراضي على فتوح وصبحي لكن بصراحه بعد ما شفت القرارات هو عنده حق طالما ما فيش عقوبه واضحه للاعب. لا في عقوبه الزمالك عمل عقوبه شهر وقف فتوح أيوه شهر شهر يعني خصم 25% من مرتبه. انا قريت كده معرفش ايوه 25 و20 و15 لكن طيب. وهو في النهايه برضو كمدير فني للمنتخب هو يعني حضرتك لم تكن مع هذا القرار ان هو يختارهم في الاول في الاول بعد كده لا اكتشفنا حاجات ان العقوبه فعلا مش واضحه. انت ما بعتلوش عقوبه. ما بعتش لمين؟ لفيتوريا. نادي الزمالك ما بعتش لفيتوريا. بعتله النهارده يا ريس. بعتله النهارده أيوة. بعد ما هم خدوا بس قصدي الاستاذ جمال من الاول قبل الاختيار لو كان بعت له كان يبقى يعني زنقه تقصد. يعني يقول لك انا والله اللاعب ده يتوقف ويسيبه بقى يعمل اللي هو عايزه. لكن هو ما بعتلوش غير النهارده بالظبط. وانت رايح حضرتك يا استاذ محمود في الامر ده؟ طب ده ما بفكركش بحاجه؟ ما بفكركش بموضوع الحضري لما مشي من الاهلي مش منتخب ضمه؟ طب وابراهيم سعيد لما مشي مش كابتن جوهري وقتها كان عنده مشكله والاهلي برضه خد مش عارف قرار ايقاف وكابتن جوهري برضه ضمه للمنتخب؟ حاجه المنتخب بتقتضي عليك ايه؟ المساله انا مع القرارات التربويه وانه اي لاعب ناديه يعاقبه وانه يكون في تنسيق ما بين اتحاد الكوره بس الكلام ده يبقى على الكل. يعني ايه ما تجيش عندك وتديني درس في ال تقصد لائحه لا لائحه المفروض يبقى حاجه عرفيه ولا لائحه؟ طبعا قاعدة. حاجه قاعده عرفيه ولا لائحه؟ لا قاعده رسميه. انا بذكر لك ايه المواقف اللي قبل كده ما سمعناش حد قال ايه لا ده بالعكس لا يتضم ويلعبوا من حقه وده مشي وراح وجيب وسمعنا كلامه واصوات من ناس كتير. يعني الحسابات ايه؟ كل واحد بيدور على حسابات مصلحته فقط لا تعنيه لا مبادئ ولا قيم ولا الكلام اللي احنا بنتاجر بيه دلوقتي. لانك انت بكره لو اتفاجئت انه مثلا اللعيبه دول غيروا موقفهم ووقعوا على بياض وخلصوا ونفس البتاع تلقى القرار اختلف نسبه 180 يعني. هل حضرتك يعني برضو ما فهمتش حضرتك مع القرار ولا ضده؟ لا 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 ان مصلحه المنتخب مصلحه المنتخب يعني مع قرار ماشي يعني مع قرار المنتخب الراجل في حاجه الى اللاعبين الكلام ده كان يتم من الاول يا كابتن اسلام يبقى في تنسيق مع اتحاد الكوره ويبقى في حاجه واضحه في اتحاد الكوره بسبب الكلام ده. اي خروج يراه النادي المفروض اتحاد الكوره يأيده لكن التجارب السابقه اللي قبل كده لم يأكل اتحاد الكوره اي قرار بالعكس اي ده قرار المنتخب. لكن هو مثلا فنيا هو لما يتوقف شهر ما هو الشهر اللي جاي ده
مش هيلعب الماتشات بتاعت نادي الزمالك. انا كنت لسه بسال السؤال ده للكابتن محمد يوسف. ما هو مش هيلعب الماتشات بتاعت نادي الزمالك، وبالتالي انت ازاي هتضمه بعد الشهر؟ مش هتعرف. هي المشكله صح فنيا بقى، انا بتكلم هنا فنيا. ما فيهوش مش هو قال لك انا هجيب، مفيش نشاط انت عندك 20 انا هجيب له مدرب. لا ماتشات دوري هي لسه بعد بعد العوده ان شاء الله. ما بعد العوده هيبقى في 10 ايام تلعبهم مثلا. لا وفيتوريا تقريبا قال ان هو هيجيب له مدرب. والله سمعت حاجه زي كده. بس ده مش كفايه، لازم يكون موجود مع نادي النادي بتاعه وبيلعب. طبعا يعني بشكل طبيعي. اوكي على كل احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان المنتخب مسيرته تبقى من البدايه كويسه. صحيح، لانه وده المهم دلوقتي. طبعا ده اهم حاجه دلوقتي. ولان بيني وبينك يعني الماتشات مش سهله. لا لا خالص، هو سهل ممتنع يعني سهلة ممتنعة. صحيح، يعني ممكن جدا اي اخفاق يضيع لك مشكلة. صح. انت عندك كام ماتش؟ 10 10 10 مباريات، يعني مش عدد قليل. فطبعا محتاج 10 ب 30 نقطة. محتاج تركيز، لانه هيصعد الاول فقط في كل المجموعات. في كل مجموعة هيصعد الاول. طيب برضو يا استاذ محمود، المنتخب قادر على التاهل لكاس العالم 2026 ولا لا، في ظل الكلام بقى اللي احنا عمالين نقوله ده كله؟ ظل الدعم الكبير جدا عملها الدوله مش اتحاد الكوره، جهاز فني على اعلى مستوى ومجموعه من المحترفين الجيدين. هو الراجل قدر يعمل توليفه، يمكن خد تجربتين وديتين في او ثلاث مباريات في غايه الاهميه مع تونس، مع زامبيا، مع الجزائر. لعب مباراه مستوى، ننتظر نشوف شوط واحد حتى من شوط مباراه الجزائر اللي احنا لعبناها. صحيح. في مباراه يوم الخميس. يعني مساله الحسابات طبعا زي ما قال الاستاذ جمال في جزئيه، احنا لما رحناش كاس العالم واحنا في 9 منتخبات ده تبقى مشكله. نقفل. يبقى العيب فينا، يبقى هنحتاج نقفل. نعيد نحيد ان احنا نقفل على نفسنا ونقفل اللعيبه ونقول يا جماعه العيب فين. هتعبنا من الكلام، يعني احنا عاوزين شغل على المستوى يا كابتن. يعني انت لما تيجي تبص بامانه شديده وتقارن حتى كورتنا بكوره سان داونز في جنوب افريقيا، اللي بيتطور بيتغول بيتوحش بصوره كبيره جدا، على فكره هيبقى مشكله كبيره في السنوات اللي جايه. سان داونز فريق نفس الشكل ما بيتغيرش، نفس الاداء. هي فرقه على فكره، الفرقه دي حصل فيها نقله غريبه جدا. مش ده سان داونز اللي لعبنا معاه 2001 النهائي؟ صحيح. مش هو خالص، مش ممكن. يعني عاوز اقول لك يعني لعبنا معاه هناك وعملنا معاه 1-1، المباراه كانت كبيره جدا وكان ممكن نكسب في الماتش. لا احنا لعبناهم الجيل بتاعنا، لعبناهم تعادلنا معاهم 2-2. ما انا بكلم ده. انا عاوز اقول لك ايه، لا في نقله، في يعني عاوز اقول لك ايه، في تطور شغل، يعني في شغل بدني كبير جدا. الكلام ده يخليك انك انت تعيد، ولاعيبتنا يعيدوا، انت يعيدوا حساباتهم. شوف يعني مش عاوز اقول لك ايه، لازم يبقى في غيره. احنا نستحق ان احنا نكون في حاجه احسن من كده. يعني انت عندك ايه، شوف منتخب المغرب عامل ازاي، شوف الكره المغربيه عامله ازاي. الاهتمام بالبحث عن اللعيب اللي عنده يا كابتن. صحيح، اللعيب اللي عنده مهارات اساسيه في اللعبه. لكن انت عندك مشكله بامانه شديده انت لامسها وكلنا لامسينها وشايفين. معلش مع كامل احترامي، في لعيبه في الدوري المصري مدفوع فيها فلوس ما بتعرفش تباصي. ولما قال الكلام ده كارلوس كروش وانتقد الكره المصريه بصفه عامه وعمل وقفه بالكلام ده على ناس كتير وما رضاش يصرح بيه، لكن كانت الحدوته دي محتاجه فعلا انك تتحاسب المدربين. صحيح، انك انت لما اتحاد الكوره عمل قرار قلت القرار ده لابد انه يكون اهتمام بيه وتعلى بيه، انه مسابقات البراعم اللي هي في قطاع الناشئين ومدارس الكوره ما تكونش يا جماعه من اجل القاب وبطولات، بل بالعكس هي مراحل تعليميه لتعليم اللاعبين الصغار. صحيح. اساسيات كره القدم ومهاراتها والكلام ده. عموما هي مواضيع كبيره جدا وكثيره جدا. اتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يوم الخميس القادم. وزي ما قلت لحضراتكم، هذه الحلقات دائما ما تكون طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي، ودائما بنطلب الدعاء للوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي الاهلي فيما هو قادم. يعني برضو مره ثانيه، ما حدش يقول لك اصل الحاله كذا، اصل الحاله كذا، الحاله ما حدش يعرف الحاله خالص ولا اي حاجه. كل ما هو مطلوب هو الدعاء لنائب رئيس النادي الاهلي السيد العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق. نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يوم الخميس مره ثانيه. ان شاء الله 30,000 متفرج يبقوا موجودين في مباراة يوم الخميس القادم. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معنا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.